أجركم جميعا أجرنا. وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام أجر لك في حياتك وبعد مماتك. الصدقة لا تتوقف النصح أو الإرشاد لها أو تذكير الجميع بهذا الشيء. قد يكون هذا الأسبوع أنه نهاية سفارتي، لكن لن تنقطع الرسالة بإذن الله، اللي حنا نهدف إلى الأجر في الدنيا وفي الآخرة. أتمنى إن شاء الله إحنا قد وفقنا وأدينا الرسالة اللي علينا، لكن نتمنى أن لا يكون الهدف أنه لما تشوف واحد سفير في هذا البرنامج أنه لازم يتكلم حتى نتصدق أو يذكرنا. أنتم من تذكرونا، أنتم من تحثونا على الصدقة. أنا أثق تمام الثقة بجمهور ومحبين قناة الواقع أنهم يبادرون ويتصدقون في هذا الوقف، لهم الفائدة أولا، وثانيا يكسبون الأجر في نشره حتى تعم الفائدة والأجر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويكتب لنا الأجر، ويكتمل هذا الوقف ويعيننا على وقف آخر إن شاء الله في التصدق فيه وإكماله يا رب.